الشبهة الثانية تمسكوا بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قالوا لا تدركه يعني لا تراه، نقول كذبتم، ليس معنى لا تدركه أنها لا تراه، لكن معناها أنها لا تحيط به، والإدراك معناه الإحاطة. ما قال لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله. أنت مثلا ترى الشمس، ترى الشمس، لكن هل تدركها كلها، حدودها وكبر الشمس وعظم؟ ما تدركها. فما كل ما يرى يدرك كله، والآية ليس فيها نفي الرؤية، فيها نفي الإدراك. قال لا تدركه الأبصار، يعني وإن رأته فهي لا تدركه، لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء ولا يحاط به جل وعلا. فليس في الآية دليل على نفي الرؤية، إنما فيها نفي الإدراك فقط. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة.